صباح الخير. طيب صباح الخير ماما. خير ماما؟ شوفي شغلتي لي بالي. احذري مين مات. مين؟ بس ما تقولي لي حدا من العيلة. عمو ابو رمزي. عمو ابو رمزي؟ وطي صوتك. امتى مات؟ امبارح المساء هيك كانت بالنعوة. يا الله قديش بده يزعل بابا. هديك السنة عمو أبو فؤاد ومن ست شهور عمو أبو منصور وهلأ عمو أبو رمزي. مشان هيك ما لازم يدرى. كيف ما بده يدرى؟ هيك خبر مستحيل يتخبى. وأنا مستحيل خلي أبوكي يزعل وينقهر وينكسر قلبه على آخر رفيق من رفقات عمره. حبات المسبحة فرطت وما صفى فيها حد وأبو رمزي كان آخر حبة فيها. كيف بدنا نخبي عليه؟ ما بعرف كيف، بس لازم نلاقي لنا شي طريقة نمنع فيها إنه يوصل الخبر لأبوكي لو صار شو ما صار. نبيلة! نبيلة! إيه إيه كريم! لحظة واحدة! ليكني أنا عم بغلي القهوة! يلا جاي! ها! كمان انت صحيتي؟ صباح الخيرات. يا صباح النور. صباح الخيرات. شو بابا شمستك عاليه اليوم؟ ما بعرف، طول الليل عم بشوف منامات اشكال الوان، شي بروس شي بلا رموز، مثل افلام المغامرات لا تعرف نهايتها ولا بتعرف بدايتها. الظاهر تقلت بالعشاء قبل ما تنام. حتى بوش الصباح قبل ما اغفى شفت 5-6 منامات من كعب الدست. المهم بابا شفتني انا بمنامك ولا لا؟ الشخص الوحيد اللي كنت عم اشوفه بمناماتي هو ابو رمزي. في هلا وقت تل القهوه. انا الثانيه اشتهيت شي مره اغلي قهوه ما طفطف على البتوغاز. ظاهر ما في امل مني، ما في امل بنوب. خير خير، بيقولوا دل القهوه فالخير. ايه طبعا خير بابا. لوين رايح؟ شو لوين رايح؟ على اوضتي. ليش؟ بدي غير البيجامة والبس اواعي. لوين بدك تروح؟ عم فكر مرن لعند ابو رمزي شي ساعة زمان،
اشتاق له، صار لي زمان ما شفته. صحة 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 يا نبيلة. اشربي 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 كاسة مي كلها لحتى تروح الشرطة. أبوك عمل بجوا، ما لازم يدرى إنه أبو رمزي مات. شو عمل؟ شو بيطلع بإيدنا نعمل؟ ما بعرف، لازم نمنعه بأي طريقة، ما لازم يدرى إنه رفيقه مات، ما لازم نخليه يزعل، ما عاد العمر مستحمل زعل. شو طمنيني، إن شاء الله رحت الشرقة. الحمد لله. مرحبا ناديا. أهلين عادل، أهلا. صباح الخير. أهلين صباح النور. صباح الخير تيتي. أهلين حبيبتي، أهلين. أهلين عادل. أهلين مرت عمي. دارة مصرة تورجيكم جلاءة وتورجيكم شلون أخذي العلامات التامة بكل المواد وطلع الأولى، مو بس على شعبتها، على كل الشعب. برافو عليك يا نارة، برافو. إلك هدية كتير كبيرة عندي. هاتي هاتي فرجيني. ورجيني جدك ورجيني. بحياة الله عمي، شوف لي هالسنة مع أحلام. شوف لي هالسنة. ممتاز ممتاز. طال على جدك يا حلمي يا كربوجي. ايه عادل، شو بتشرب قهوة ولا شاي؟ لا أنا الله يخليك بدي أرجع على شغلي. شو نارا حبيبتي، وديكي على البيت ولا بدك تضلي بيت جدك؟ لا أنت ضل عند تيتا وجدو حتى يشتروا لي هدايا. ابدأ حريشك ما قال عنك، استني وأنا راجع هلا بجيب لك هديتك معي. وين رايح عمي؟ أنا بوديك. يا ريت والله. وين طريقك عمي؟ باتجاه شارع النصر. لي صاحب هنيك بياع أنتيكا اسمه أبو رمزي البزم، يمكن تعرفه. فلازم نروح لعنده ضروري. طيب يلا معيتك عمي، خاطركم يا جماعة. نادية نادية، مدري شو صار لي. مرت عمي، مرت عمي. نبيلة سلام عمي. سلامتي مرت عمي. كسر بي الله يرضى عليك. روح عليك يا بابا. شبي 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 شبي. نبيلة نبيلة، شبك يا نبيلة، خير إن شاء الله. وين أنا؟ هون هون معانا، نحن كلنا حواليك. نادية أنا رايح أجيب دكتور. لا لا لا، ما في داعي للدكتور، انا صرت منيحه. وين نارا؟ ليكي تيتي، انا هلا صرت تمام. بس هذا ما بيمنعنا نجيب دكتور مشان نطمن اكثر. وانا هذا رايي، روح بسرعه وتعال. لا لا لا، ما في داعي، انا صرت منيحه. لا ترد عليها، روح جيب دكتور وتعال. سلامتك تيتي. الله يسلمك حبيبتي. الظاهر عادل نسي ياخذ مفاتيحه من عجلته، لازم اعطيها، بلكي يحتاجها مشان السياره. شو حاسس نبيلة؟ شو حاسس؟ عدل عدل عدل. خير مرت عمي، صار لها شيء؟ لا 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 سمح الله. لك شو القصة؟ أنا جاي أقول لك إنه ما في شيء. كيف ما في شيء؟ ماما ما فيها شيء. كيف ما فيها شيء؟ بابا يلي فيه شيء. نادي الله يخليك، هلا مو وقت الألغاز، فهميني شو القصة؟ القصة شو عم تعملي؟ أنت مو بدك تعرف شو القصة؟ هاي هي كده القصة، اقرا. وينه عادل؟ ما حلو يوصل. هدي حالك جدا، ما بقى إلا يجي. الله يسوقك يا عادل. يا سيدي هاي هي القصة، من طقطق للسلام عليكم. وهلأ ماما عم تعمل جهدة بشتى الوسائل إنه ما تخلي بابا يروح على بيت عمه أبو رمزي لحتى ما يكتشف حقيقة موته. بس هذا الشيء اللي عم تعمله أمك ما نحن، لأنه إذا زبطت معها هالمرة ما حدا بيضمن إنه تزبط معها هالمرة جاي. طيب أنت برأيك شو العمل؟ أنا رأيي إنه عمي لازم يعرف، لأنه أولته وأخرته رح يعرف، وإذا عرف هلأ أحسن ما يعرف بعدين. ممتاز، معناها ما في غير إنه أنت تقنع على ماما. يلا تفضل، تولى أنت عملية إقناعه. بس مو قبل ما نجيب الدكتور. ليش بقى الدكتور؟ ما دام وجهة نظرك انه بابا لازم يعرف كل الحقيقة، ما عاد في داعي للدكتور. يا نادية روقي شوي وهدي. نحن لازم نجيب الدكتور بالأول لحتى نظبط المسائل من الناحية الشكلية على الأقل، بعدين بنبحث بالطريقة المثالية لمصارحة عمي بالموضوع. سلامتك مدام، عفا إن شاء الله. الله يعافيك. خير دكتور، طمني إن شاء الله ما في شيء. تعب بسيط. تفضل تفضل دكتور. شو دكتور؟ طمني. ما في داعي لا يا جماعة، شوية تعب بسيط، يستحسن تسوي لها الرشيدة هاي ومعافى إن شاء الله. الله معك دكتور، مع السلامة. شكرا كثير.
أنا رايح ما تطول. لوين لوين بابا؟ على راس الشارع بس على الصيدلية لأشتري الدواء لأمك وأرجع. خليك عمي أنا بجيب الدواء، أنت خليك جنب مرت عمي لأنه هلا بحاجة إلك أكثر من أي وقت مضى. كريم يا كريم شفت شلون ما قدرت تقعد بلاك، فوت عمي فوت لعندك. طيب طيب يلا. عادي طبعا رح اجيبه، هو شوية فيتامينات يعني اذا ما نفع ما بضر. والحقيقة لازم تنقل لبابا. والله ما بعرف بس شايف الوقت لساته ماله مناسب. ناديا ناديا ايه بابا بابا شو رقم تليفون الاوتيل اللي نازلين فيه عمتك واخواتك بحلب؟ ليش لازم نخبرهم ينزلوا بسرعه؟ يعني مو معقول تكون امك مريضه قاعده جوا وهن قاعدين عم يحضروا عروض ازياء. يا بابا ما في داعي تشغلهم بالهم، وخصوصي انه هن ما صار لهم يومين مسافرين على حلب، يعني مو معقول يقطعوا سفرتهم ويرجعوا. بدك يا بنتي للضروره احكام. يا بابا ماما والحمد لله صحتها صارت منيحه، بعدين مو معقول نقول لفاتن ومجدة وعمتي جميله يجوا كرفته من حلب والحاله ما بتستدعي، بعدين لا تنسى انه لبكره لحتى يبلش افتتاح عروض ازياء الصيف. لا بلا عروض ازياء الصيف، بلا عروض ازياء البطيخ. امهم مريضه ولازم يكونوا حولها وحواليها، حتى عمتك جميله لازم تكون موجوده بهيك ظرف. ايوه ايوه جاي جاي. شو نبيلة بدك شي؟ لازمك شي؟ ايه بدي. قولي شو بدك. انتي انتي ما بتطلبي طلب، انتي بتأمري امر. انا بدي اياك، انتي بدي اياك جنبي هون حولي وحوالي. انا ما بدي حدا بالعالم، لا ابي ولا امي ولا اختي ولا اخي ولا حتى بنت من بناتي. انت مو بس جوزي، انت رفيقي وحبيبي وابني والنفس اللي بيطلع وبينزل بصدري. ليش الحكي هلا؟ ليش الحكي بلا لزوم؟ شعني ليكني قاعد جنبك مثل ما لك شايف؟ لك انا وعدني انك ما تزعل. مو بايدي يا نبيلة، مو بايدي. انا زعلان مشانك. لا مشاني ولا مشان اي حدا تاني بالعالم. وعدني يا كريم، وعدني. وعدك. ايه مازن، عم بقول لك امبارح جابوا له الدكتور ووصف له ادويه وراح بابا راسا جاب له الادويه من الصيدليه. ايه طيب ماشي، لا تتاخروا. الو عمو نجيب؟ كيف ما خبرتونا من امبارح؟ وين بالك؟ من الفصل الاول. يعني هلا صار لازم اعرف اخبار العيله من الفرتوك كنارة. اهلين جدو. اهلين. كيف فتيتي هلا؟ ان شاء الله احسن، ان شاء الله احسن. فوت شوفها، اكيد بدها تنشنش بشوفتك. تعال بابا تعال.
مرحبا نادية. شباب مرت عمي شوفي بعدين ليش ما تخبروني من امبارح؟ يعني لازم انا ادري راسا بيصير هالحكي هذا. اهلين مهلك. اهلين مهلك عمي. كيف امرت عمي؟ ان شاء الله احسن. خير خير. فوت تعال تعال هلا بتفرح فيك. تعال اجا مهلك. مهلك مرحبا مرت عمي. ايه شغلتينا عليكي. الله لا يشغل لك بال. طيب وهلا شلون شايفي حالك؟ الحمد لله. رامي رامي حبيبي اتصلت بامك بحلب؟ لسه بابا. حبيبي ليش ما اتصلت فيها يا حبيبي؟ اتصل فيها خليها تقطع هلا. هي راح تتفرج على عرض ازياء. ببقى باخذها على باريس بتشوف انا عرض ازياء هنيك. روح روح حبيبي. ولا لك تعال لك جيب لي التليفون انا بحاكيها خليها تجي. لا 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 ما في داعي صهري تقلقهم وتشغل بال هون. انا صرت منيحه كثير ومثل الحصان. انا قسما عظما لو ما كان الشغله فيها مرض وطببة وحكمة ما كنت اجيت ولا خطيت لهون بنوم. طول بالك يا بابا. كيف بدي طول بالي؟ لكن انا بالاخير صفي على الفضله على الهامش. يعني ما قدر بضعف ستك الا من الفصعين. هزولك فعلا هزولك. لا تهز حالك يا بابا. كيف بدك يعني ما اهز حالي؟ هلا بتلاقيهم فوق قاعدين ومجتمعين حولها وحواليها وعاملين محبين وحبايب، وانا وياكم صفي برا اوت. لا وسفره امك واختك زادت معنا. نحن اول ما درينا اجينا وهيك ما بنكون مقصرين. شرف شرف تفضل. هلا نحن بنطلع برا قليلين اصل وهن بيطلعوا اصحابين واجب. المهم تكون تيتا نبيله بخير والباقي كله ماله قيمه. والله يا ابي شايف لك انا وياه اللي صفينا مالنا قيمه. امشي لشوف. يلا بابا خلينا نمشي. غريبة. شو الغريبة؟ ما حدا عم يجاوب لبة عمو مالك ولبة عمو نجيب. بيكونوا سبقونا لبيت تيتا. وانت شو عرفي؟ يوم الصبح لقيت لهم خبرتهم عن تيتا نبيلة. لا بابا ليش هيك عملتي؟ مو لازم يدروا انه تيتا مريضة. بس تيتا مالها مريضة. شلون مالها مريضة؟ مو قدامك وقعت وجبت لها الدكتور واشتريت لها الأدوية. طيب يلا بابا امشي. قلتيلي لكان ابو رمزي البزم يكون صديقه الصدوق لابوكي. مو بس صديقه الصدوق واعز من اخ كمان. اخ مزبوط يا شادو. بيقولوا رب اخ لم تلده امه. المهم لازم نعمل جهدنا لحتى نخفف عنه. يعني هلا اكيد بيكون متاثر كثير بهالخبريه، بقى ضروري نوقف جنبه بهالمحنه. ولا يهمك شادو، اتركي الموضوع علي، انا ما راح اظهره لابوكي ولا دقيقه، انا اتكلي كثير بيك بابا. انا اللي بعصب. يلا اتكلي على الله. مرحبا نادية. مرحبا نادية. أهلين. كيفه بابا؟ إن شاء الله ما زعلان كتير. يا حاكم أبو رمزي كان صديقه الصدوق وعز من أخ. عز من أخو. أهلين بابا. أهلين برقوم. أهلين فيك يا عمي. أهلين. قلبنا عندك والله. والخبر هزنا أكتر ما هزك بكتير. وإن شاء الله مثل ما بيقولوا خاتمة الأحزان. تف من تمك يا ولد تف من تمك. بعيد الشر عنها إن شاء الله الأمر الطويل. حماتك ما فيها شيء مثل الحصان ما شاء الله حولها. بعدين ليش هالفلاتة اللي ما لها طعمه هيك؟ ماما؟ ليش شبهها ماما؟ شو صاير لها؟ قولي علي عليك يا ماما. عمي ماما. انا مو قصدي شيء بالنسبة لمرت عمي لا سمح الله. يعني انا قصدي بالنسبة برهوم برهوم فوت انا رأيي وتسلم على حماتك وتطمن عليها وبعدين بس لا احكي له بعدين برهوم بعدين تتعاتبوا معلش الله يخليك يلا طيب. طمن عليها فوت. وقفت بابا. بابا نازل اشتري جرايد. الله يرضى عليك على بين ما ارجع بتدوري لي على شريط جورج والسوف. لسه الدنيا بخير يا حبيبي. اوكي طيب اوكي.
بابا ما لقيت لسه الدنيا بخير، لقيت طبيب جراح اذا بدك. ايه شو قال الطبيب جراح؟ قلوب الناس هداويها. بابا وين الجريده اللي اشتريتها؟ ما لقيت طلبي حبيبي. الله الله يا جورج، كل شيء من جورج حلو بابا. انا برايي ما تكتفي براي دكتور واحد وبس، الافضل انك تستانسي براي اكثر من دكتور، يعني لحتى تطمني منيح كونسلتو يعني. مزبوط 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 نجيب، مزبوط معك حق. بس عمو نحن لازم نسوي هيك، لازم نروح على المستشفى نعمل تحاليل واشعه وحتى كمان مرنان، ليش لا؟ يلا يلا جهزي لي حالك، خلينا نروح على المستشفى. يلا ما بدي اوقف بنوب، يلا يا جماعه. يلا وانا كمان هذا رايي، قوم. يلا شو قلتي تيتي؟ يلا تيتي بشدك ولا بتقومي لحالك؟ صدقوني يا جماعه ما في داعي لكل هالخطه. بتقومي لحالك ولا بحملك؟ شو تحملني يا اعوذ بالله؟ طيب مكان هاتي ايدك، هاتي ايدك وقوم معي. مو قبل ما تعمل لي كبايه عصير، بركي بقوى فيها شوي بصير بقدر بقوم لحالي. مو على عيني، بس بعد كبايه العصير اذا ما بتقومي عن المستشفى باخذي غصبا عنك حمله. خلي عنك بابا، انا رح اعمل لك كاس العصير. لا ما رح اشرب كبايه العصير الا من ايديك كريم. مو على عيني. أنا للي مريضة ولا شي، هي ليتني قدامكم مثل الأردة. عزلانتك مرت عمي. بقى حاجتي حلفوا تتمحلفوا وتطولوا وتقصروا لحتى تفوتوني مستشفيات وتعملوا لي تحاليل وأشعات وفحوصات وقصص وصير مالنا فيها. عم حاكيكم ها، القصة وما فيها هي كريم وأنا، فهمتوا علي؟ مرحبا ناديا، شو الاخبار؟ منين عادل؟ ماشي الحال. كيف تيتي؟ هي كيف مرت عمي، ان شاء الله صارت احسن. ان شاء الله احسن. انا فايتة اشوفها. لا لا حبيبتي لا، قبل ما تشوفيها بتفوتي بتسلمي على جده بالمطبخ وبتساعدي بكاس العصير لتيتي. ايه يلا. ايه ناديا قليلي، عمي يدري بشي؟ لا هو على اساس ملتاش بضعفه ماما والشقيقه كلهم جوا، لذلك انا بقترح عليك عادل اذا بتفوت على المطبخ بتحاول تلهي زياده لبينا ماما بس تفهم اللي قاعدين جوا شو صاير. ايه شو علي؟ يلا. عجبك؟ هاي طلعت علبة السكة فاضية. مرحبا عمي، بدك مساعدة؟ لا 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 جدو عمل العصير بس طلع ما في سكر. أنا رايح أجيب شوي سكر. معلش عمي أنا بجيبهم، أنا بجيبهم، أنا بجيبهم. عمي يا عمي ما في لزوم تروح تجيب سكر لأنه أكيد عندكم سكر هون أو هون، بعدين بالأساس ما في لزوم للسكر، إمرة عمي حتى القهوة بتشربها بدون سكر. شو عمي؟ لوين العزم؟ مرحبا عادل. أهلين أبو مازن. شو عمي؟ على اساس جيب لك كاسة العصير لحماتي جوا، اي والله لو كانت طبخة اوزي كانت استويت. يا سيدي عم بدور على السكر ما لقيت سكر. ماما بتشرب العصير بدون سكر. يا عيني عليك، هذا حديثنا. على كل الاحوال في عنا تنكة سكر على سقيفي، هلا بعبي منها اذا بدي. يلا عمي يا عمي وين رايح انت؟ خلاص ارتاح عود، هن بجيبوا سكر. انا اللي بدي اجيب كاسة العصير وبدي اشرب حماتكم بايدي. يلا منيح ماشي. حرام جدا، قديش رح يزعل لما رح يعرف الحقيقة. مشان هيك ما لازم يعرف بنوب. بس ما في شيء بيضل مخبى على طول. بطوا صوتكم يا شباب. اجا اجا والعمل يا جماعة أهم من كل شيء وقبل كل شيء لازم تنشق كل وراء النعوة تبع أبو رمزي. صح. ها ومين هو الفالح دخلك يلي بده يحفى وعم يدور بكل الشوارع ويشقشق النعوات عن الحيطان؟ وليش لحتى يحفى ويدور ويمشي على رجلي؟ هاي سياراتنا موجودة. سياراتنا؟ مين سياراتنا؟ برهوم ما وحق يا جماعة، فعلا نحن لازم نمحي كل أسى الأوراق النعوي على الأقل على الأقل بالشوارع المحيطة ببيت عمي. ايه شو استفدنا أستاذ عادل؟ بركي عمك صمم وبتعرفوا انه هو عنيد وراسه يابس، صمم انه يروح يزوره لابو رمزي ببيته او بمحله. لك اسمع نحن ليش موجودين هون؟ مو مشان نمنعه انه يروح ويكتشف الحقيقه؟ اسمعوا انتوا اثنين هلا بتنزلوا فورا وبتشقوا كل ورق النعوه اللي موجوده بهذا الشارع وبالشوارع اللي قفانا. ايه وكيف هي بتنشق بقى؟ لك كمان هي بدها تعلمي، لك يبدا حريشك شو لكع وما بتعرف تساوي شيء بهالحياه، هلا انا جاي بطريقي شقشقت لي ست سبع ورق. خالتي ناوليني سط المي على السريع خليني نتسر. يلا دقيقة. وليش هيك دقك الحماس؟ ما عنا وقت، جده ظرفه صعب ولازم نساعده. يلا يا شباب يلا 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 معكم. يلا يلا سلام. بطوا صوتكم. وهلا يا جماعة شو الخطوة الثانية؟ ليش انتوا عارفين الخطوة الأولى لحتى تفكروا بالخطوة الثانية؟
سيد نجيب نحن ما لنا عرفانين. انت شو عرفان؟ شو رايك؟ والله انا شايف ان الوضع ضبابي والرؤيه غير جيده. يا عيني. بس ان شاء الله ما يكون بده ينزل تلج. ها صحتين على قلبك. يلا شدي حيلك لحتى اخذك على المستشفى. ما في داعي للمستشفيات كريم، انا صرت منيحه صدقني. حكي كثير ما بدها، قومي احسن لك احسن، ما احمل غصب عنك. ها هيك كان الشرط من الاول. والله انا صرت منيحه. معناتها لازم احمل. ايه اسمعوا على السمعة، شو تحملني انت الثاني؟ الك كان بدك يعني اكسر كلامي قدام قصرتي وبناتي. حتى بناتك وقصرتك شايفيني صرت منيحه وما في داعي للمستشفيات ولا تتها. من طول عمرها بتعتني بحالها وبتدير بالها على صحتها، وهلا وقت الجد الجد بطلت، حتى على المستشفى ما بقى بدها تروح. يا عمي مين فتح سيرة المستشفيات؟ ليش المستشفيات هلا؟ مرت عمي ما لها بحاجة لمستشفى. شوف الحقيقة هو يعني أنا اللي فتحت سيرة المستشفى، يعني قلت إنه كانت مرت عمي تعبانة فقلت تروح على المستشفى تعمل تحليل واللي لازم يعني يصير مشان نطمن عليها، بس طالما هلا عم تقول إنه صحتها صارت منيحة خلص وقعت في الجو. خلص. عفوا لازم نصحح موضوع. انه انا اول واحد لفت النظر بالنسبه للكونسيرتو، يعني هي فعلا هلا الحمد لله بخير ما بحاجه يعني. فعلا يا جماعه يعني انا حاسس انه مرت عمي منيحه الحمد لله البركه، يعني ماشي حالها وما بحاجه يعني. احسن شيء امشي. لوين عمي؟ لعند ابو رمزي. لوين يعني؟ دخيلكم دخيلكم الحقوه، اذا دري كريم انه رفيقه ابو رمزي مات بيروح فيها وبنخسره كلياتنا. تخبى جاي جدو، تخبى. ما شاء الله عمي شو فشخته كبيرة، ثلاث أربع أشخاص صار بآخر الشارع. بس ما يقرا له شي ورقة هون ولا هون، ما تطلبش الشربة. أنا شو بكون نسخة جديد؟ تعبتونا، أنا ماني متعود على هيك شغلة، على ما نخش شوي. طول بالك عديل شو بك؟ عمك فشختين صار برا، عجل شو بك تعمل؟ شو القصة؟ ما بعرف بس أكيد لاحقينه جدو. عمي كريم. نعم. بس اسمعنا كلمة، هدي شوي يا عمي. كلمة بس؟ وقفوا لك شو داحل هالدحلة، وقفوا عمي. تعبنا على مهلك على الأقل. يا عمي ما حدا بيدحل. ما شاكك كلمة بس وحدة يا عم. عمي هدي شوي، خليني أحكي معك. عدل عدل وقفوا، خلينا بس نحكي معك كلمتين بس. نعم هيا أنا عم بسمعكم، احكوا شو بدكم يا عمي. نحن بالحقيقة يعني أنتوا شو؟ أنتوا ليش ورائي؟ بصراحة نحن حابين رافقك بالمشوار، بس أنا طريقي غير طريقكم. طيب عمي انت قلنا وين طريقك ونحن من وصلك. انا حابب امشي مشي بهالشوب. عمي بطقط الظهر معك. لا في شوب ولا في شيء له. طيب عمي طيب خلص بنمشي مع بعض. شرفوا اخي. ما بدنا نمشي مع بعض، انا حابب اني ابقى لحالي، بدي ابكي لحالي. اتركوني صعب هي، اتركوني ابكي لحالي، ما بدي حدا يشوفني ولا بدي تشوفوني، انتوا اتركوني. يل ترى شو صار معهم؟ ان شاء الله ما بصير الا كل خير. ماما شو صاير تاتي؟ انا ماني فهمانه شيء. شو ابو جدو؟ ما توقفوني يا جماعه، ظاهر ما كان لازم. معلش يا عمي طول بالك، بسيطه هاي شغلات بتصير مع كل انسان، نحن اولتها واخرتها بشر، والحياه يعني الا ما تضغط علينا. ما بعرف يا جماعة ليش تذكرت هالبيت الشعر يلي بيقول: ما بين الصيف والشتاء هناك فصل أسميه فصل البكاء. لك أخي بين فصل الصيف والشتاء بيجي فصل الخريف، ونحن بعز دين فصل الصيف. من شان هيك عديل ألفت بيت الشعر هاد خصيصا لهالمناسبة. اسمع شو بيقول:
ما بين الشتاء والصيف هناك فصل أسميه فصل الكيف. الله يا عديل هذا شعر سخيف ويا حيف عليك يا حيف. لا 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 لا, لا يا جماعة معناتها على الحالي لازم نروح كلياتنا بمعية عمي نقعد بشي محل يكون هيك ظريف في بسط وانشراح وكيف. يا سلام يا سلام أنا انشرح قلبي لهالفكرة. بس تركنا سياراتنا قدام البيت كيف نروح؟ مو مشكلة أبو مازن مناسب لأنه نمشي خاصة أنه كلياتنا سمنانين وخاصة عمي. عمي وين بتحب يروح؟ سيدي أي محل برفقتكم حلو. طيب يلا شرف تفضلوا بمعيدك عمي تفضل. الله يصلح عمي شو سكيته مطاقيه يعني ما عارف يجيبنا غير لهون. مو المهم المكان يا ابو رامي المهم الصحبه الظريفه. اي صح. الله يا عمي الله فعلا اختيار موفق. تعرف عمي انا لما بيجي للحارات هاي بحس بالاصاله. بتعرف انه انا لما كنت صغير كنت عايش بحاره مثل الحارات هاي لذلك هلا لما برجع هون بحس حالي رجعت فري تماما يعني بعيد عن كل التعقيد تبع الحياه المعاصره هاي. فعلا فري مو هيك يا برهوب؟ ايه طبعا لكان هو فري لكان مظبوط. يلا يا جماعه شو بدكم ليش واقفين؟ طيب تفضلوا. يلا تفضل عمي شرف. شرفوا تفضل تفضل شرف عمي تفضل تفضلوا تفضل شرف عمي تفضل يا عمي تفضل شرف. لا والله شرف شرف تفضل شرف. حلو حلو. ايه يا جماعة شو بتحبوا تتغدوا؟ هينو نتغدى شوي تاني راح يصير وقت العشاء. يا سيدي غدا عشاء مو مشكلة، المهم خلونا نشوف المينو بالأول، ولا هون ما في مينو؟ مينو؟ دخيل المينو يا برهوم، لا حبيبي هون ما في مينو، هون في شقف وكباب وشرحات ولحم بعجين، ما في مينو. أبو الشباب تسلم لي عينك، هات له أبريق عيران خليه يهدي شوي. طيب ومشان الأكل عمي؟ شو في هون عندهم أكلات هي طيبة كتير الشهية اللي بيقولوا عنها إنه بتاكلها بالأربعة وبالكف و... إيه إيه عمي هو أي شيء على جوع طيب؟ ليش أنت في عندك شيء مو طيب يا برهو؟ شوف نجيب اللي عنده درس طيب بلاقي كل شيء طيب. أخي كل شيء مع العافية طيب مزبوط برهو. ها ما حدا بفهم علي غير عديلة عادل. إيه عمي أبو مازن سألك النصيحة وما جاوبتنا شو أطيب شيء بهالمطعم نطلبه؟ اللي بدكن يا أهلين أبو سعيد. ميت أهلين. شلونك طمني الحمد بعوالك. لله الحمد لله. أصرتي مالك أهلين أبو سعيد برهو عادي أهلين وسهلين أبو رامي أهلا وسهلا أبو سعيد صديقي من أهلين والنعم والله تشرفنا أهلين وسهلين طمني كيفك أنت كيف أحوالك مالك يا رجل اشتقت لك والله بهالدنيا الغدارة. اتفضلوا يا جماعة. يا عمي 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 عم يحكي معك برهوم. عمي هالشاب هون عم يسألنا شو منحب ناكل بقى نحن كلياتنا بمعيتك شو بتريد نحن جاهزين. أخي يلي بدكم يا يلي بدكم يا مو محمد. إيه ما قلت لي. عفوا عمي بدي أسألك يعني أنا بدي أتأكد إذا كنت أنت مرتاح هون عن جد ترى نحن بنقدر نغير لغير محلها. اي والله انه هون الجو خانق يا اخي وما في هواء ما في عمي رطوبه كمان. انا مرتاح ومبسوط هون ما بنبسط غير هون. عدو هذا تفضل تفضل شريف شريف. شو عادي احسن هلا يقله شي شغله احتمال وارد. طيب والعمل لك يا اخي شو بدنا نعمل اكثر من هيك يعني ما صفي غير انه نحمل الزلمه ونحطه على طاوله ثانيه غصب عنه او نحمله ونزته برات المحل. معقول يعني مين بده يحمله لبرات المحل؟ هيك الثاني شو قررتوا يا جماعه؟ شو اطيب شيء عندكم؟ كل شيء طيب شرحات بالعجين شقف كباب مشاوي سلطات متبلات اللي بدكم اياه.
عمي شو بتحب تاكل؟ شرحات بعجين ولا لحمه بعجين؟ تصبيحه يعني؟ يلي بدكم اياه. شقف، جيب شقف. خيو لحظه، جبنا كيلو شقف كيلو كباب. يلا والله يا شباب، ان كانت شقف ولا كباب، صينيه ولا مشويه، لحم غنم، لحم بقر، مع سلطه، من غير سلطه، كله بالاخير حشي مصران. وبالاخير مشان شو؟ مشان نطعم الدود ونحن تحت التراب. فاني يا كريم فاني. عمو هي بالحقيقه يعني الحياه مثل الشجر. شجره شلون بتكون باولها صغيره وطريه، وبعدين بتبلش تطوال وتكبر ويقوى عوده. والناس مثل ورق الشجر، بيجي وقت بتصير هالشجره كلها مليانه ورق اخضر، معارفنا واصحابنا وقرايبيننا واحبابنا. ايه، وبعدين كل الورق بيصفر وبيدبل وبيهرهر، وما بيصفي بها الشجره غير الحطب اليابس. وهي انا قدامك يا كريم هلا، حطب يابس. وكل الله يا رجل، وكل الله. هاي ليك نعم نهرهر واحد ورا التاني، وما بقى بالعمر اكثر مما مضى. قصدك مش موتت ابو رمزي مو هيك؟ امبارح ابو رمزي، وقبله ابو سادق، ويلي قبله ابو تحسين، ويلي قبله ابو محمود. وينهم يا كريم؟ وينهم سيدي؟ اي حال الدنيا، حي يودع حي. تعي وحده تعي. يعطيك العافيه. صفي لسه شوارع ما رحنا لها؟ ايه شو بيعرفني؟ لسه ناقص نطلع المحافظات لحتى جدك ما يقرأ لي شو ورقة هونيك بالصدفة. شريك روح يا شو. أنا إلي طلب عندكم يا جماعة. تفضل عمي تفضل. أنا رجاءً ما بدي حدا يخبر نبيلة انه ابو رمزي مات. هذا الموضوع اتركه علينا عمي، بس انا اللي بدي افهمه، من ايمتى انت بتعرف بوفاة ابو رمزي؟ امبارحة الصبح لما كانت نبيلة عم تعمل رياضة، جاني تليفون على البيت خبروني انه ابو رمزي مات. طيب حياتك ان شاء الله. العمر لك عمي. العوض سلامتك عمي. العمر لك. سيدي يسلم عمركم. المهم ما بدي نبيلة تدرى. نبيلة تعبانة هلا وصحتها عم تدرى، يعني ما بديها تتعب أكثر من هيك تزعل مشاني. نبيلة هي ورقة الشجر الأخيرة يلي بيانت لي، مشان هيك يعني لازم حاحي عليها وداريها. ولا يهمك عمي، سرك ببير. المهم نحن ما بدنا إياك تزعل بنوب. ازعل على شو؟ يعني على ابو رمزي رفيقك. انا مو زعلان من شأنه، الموت حق، كاس بده يمر على كل هالناس، بس يعني انا زعلان على حالي، زعلان من حالي، يعني زعلان على حالي لانه نحن بالموت ما بنكون عم نبكي على الميت. الميت راح لوجه ربه، بس نحن اللي بنكون فقدنا شخص عزيز بيترك بحياتنا فراغ ما بيتعبى ابدا، ومنحس بانه ناقصنا شيء، منبكي لانه ناقصنا شيء. زعلان من حالي لانه دائما بعد الموت
بكتشف اني ما طلعت منيح بعيون اللي ماتوا. بندم لاني ما قعدت معهم اكثر. ما حكيت معهم اكثر. ما شبعت منهم. الله يطول لنا عمرك عمي. العمر لك. الله يسلمك. بالإذن يا جماعة. شو وعدني؟ خير؟ أهلين بابا. بيت أهلين. عجبكم هيك؟ هاي طلع كل تعبنا بالأخير على فاشوش. طلع عمك بيعرف كل شيء ونحن ملبوشين فيه على الفاضي. كسبنا رفقتك أبو رامي. بارك الله فيك. تفضل. شرفوا. شو عادل؟ خلاص. شو معك؟ أوكي. كله أوكي. شرفوا. يلا تفضلوا. تفضلوا. يا مرت عمي هي أمانتك رجعت لعندك. وكمان هي أمانتك رجعت لعندك. يسلموا إيديك. هاي بابا أنا رح بدي تعي. صباح على خير ماما. يلا الله معك. صباح على خير ماما. مع السلامة. مع السلامة. صباح على خير بابا. مع السلامة الله معك. يلا باي. 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 صباح على خير. وأنتم من أهله. اشرب يا بابا. هنيان. تصبح على خير بابا. انت بخير حبيبتي. بابا شبك ليش عم تطلع فيني هيك؟ في شي؟ بتعرفي بابا كل ما طلعت بعيونك بتذكر عيون امك الله يرحمها. نبيلة تعرفي؟ نعم. أنا صار لي زمان ما قلت لك بحبك. وأنا كمان صار لي زمان ما قلت لك بحبك. بس أنا بحبك كتير. وأنا كمان بحبك كتير. قومي لقلك. لوين؟ نطلع نتمشى برا بهالليل؟ لأنه ليل القمر بدر ومضوي على كل الدنيا.